أغيب وذل لطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. أهلا بيكم في صباح اليوم ال13 من رمضان، وجبت النهاردة معايا أكتر حد بتحبوه، القط بسيوني الجميل. الحمد لله على السلامة لكل الناس الحاضرين. احنا ماسكين النهاردة المصحف وجاهزين عشان نقرا الجزء ال13. حضور بسيوني ده دليل على حاجه واحده بس، ان انا شاب زي زيك، نفس اللي بيهزر مع القط وبيعمل فيديوهات بيشوفها ملايين بيستمتعوا بيها، هو نفس اللي بيقرا معاك القران. فانت مش واحد داخل النار، انت واحد عامل غلطه وبيحاول يرجع للصح. ايه هو الصح؟ هو ده. وايه الايام الصح؟ هي رمضان. ربنا بيدينا مع بعض زقه ان شاء الله عشان خاطر نزق بيها بعضينا. فانا جيت ومعايا نفس القط بتاعي عشان اقول لك ان واحد زيك بيحاول يزقك للخير، فيلا تزق معاه للخير لعل كلنا ندخل الجنه في صحبه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. هدفنا في الدنيا نعيش، نكمل في الاخر نوصل للنتيجه الصح. في النص بنقع وبيحصل لنا عثرات، بس احنا ما رحناش في اقصى الشمال، احنا وقعنا وقمنا تاني. تحت احنا فاتحين على اليوتيوب، فوق احنا فاتحين على الفيسبوك. هدفنا ان احنا هنقرا الجزء ال13 كله بالظبط في نص ساعه، علشان خاطر انا هقرا وانتوا تقروا ورايا، فتاخدوا الثواب، لان فرض على كل مسلم انه يقرا بالطريقه الصح. القرايه الصح بالتجويد اسمها فرض عين، لازم كلنا نكون بنعرف نقرا. فلو انت ما بتعرفش امشي ورايا بعينيك، افتح المصحف وهنمشي ورا بعض. لو بتعرف يلا بينا عشان ناخد الثواب. مستعدين؟ رحبوا ببيسو ويلا بينا نتوكل على الله. الصوت واضح عندكم؟ الصوت واضح فوق في الفيسبوك وتحت في اليوتيوب. عايزين 3 حاجات هنتفق عليهم. اولا نية ان احنا ايه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. استحضر ده جوه قلبك. ثانيا نية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثالثا نية ان احنا بنعمل ايه، بنسعى ربنا في طريق الخير، وناويين ان شاء الله ان احنا قبل نهاية يعني في رمضان نكون مخلصين كل جزء كل يوم، بحيث ان احنا نخلص المصحف كله، ويا رب ان شاء الله نبقى ايه مكملين مع بعض على خير. كل واحد فيكم هيكتب احنا في صفحة كام، في آية كام، عشان زمايلك اللي يخشوا تاخد معاهم الثواب. مستعدين؟ بسيوني هيضطر يوحشنا. بيس الشياطين اتحبست وانت لسه قاعد، انا مش عايز اتكلم. اتفضل يا استاذ بسيوني، هنحاول نطبطب عليه شويه يشاركنا وبعدين ايه نطرقه. افتحوا معايا الصفحه 100، لا مش 100، ده احنا عدينا 242. ازيك يا بيسك الجميل، رحب بجمهورك يا ولد. صفحه 242 هنبدا ان شاء الله الجزء ال 13. تخيل تبدا اليوم ال 13 وانت قاري الجزء ال 13. عندك باقة بتضيعها على مسلسلات وبتضيعها على مشاهد وحاجات ينفع تتفرج عليها بعد كده، انما الوقت دلوقتي مش سهل انك تضيعه. فانا رأيي انك تكمل معايا، هناخد نص ساعة اقرا فيها تقرا ورايا، يبقى خلصنا مع بعض ان شاء الله كده ايه الجزء ال13. فحاول ما تقفلش، ما وراكش حاجة، والساعة لسه 5 بدري، فلو انت عندك شغل بتاع نص ساعة ونام. اتفقنا؟ يا ريت كلنا نكمل. اللي موجود يكتب احنا في صفحة وآية كام. لو انت مش هتكتب ده يبقى على الاقل حاول تكتب اي ذكر من اذكار الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واستغفر الله العظيم. اتفقنا؟ وهدعي لكم وتدعوا لي، وان شاء الله ربنا يجمعنا على خير على حوض النبي الكريم، ونشرب من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. مستعدين؟ توكلين على الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني بي أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون نقلب الصفحة صفحة 243 خد بالكم احنا بنقرأ سورة يوسف اكتر سورة يعتبر كلنا حافظينها وعارفين القصة ومستمتعين بيها فلو انت مش متشجع عشان القرآن لغته بالنسبة لك صعبة يبقى يلا بينا ابدأ النهاردة لو انت اول يوم تبدأ معنا احنا في الجزء ال 13 سورة يوسف صفحة 243 في الآية كام 64 حد يكتب ده دلوقتي عشان الناس اللي داخل والناس اللي موجود عملوا لايكات وكومنتات عشان خاطر اللايف يطلع لفوق فيبتدي زمايلنا يشوفوا معنا ويردوا سؤال انا هقرا واسرع اتفقنا عشان بس ايه اللي عايز ينام بدري او اللي عنده شغل ولا حاجه قال هل آمنكم علي قال هل آمنكم علي الا كما امنتكم على اخي من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان أغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم
كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا أسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قلبنا الصفحة وخلصنا أول ربع في ثلاث ومش عارف في خمس دقايق. فإحنا كده ميزة إن إحنا إن شاء الله كل ربع نخلصه ونخلص على طول كده في وقت سريع قوي. كمل معايا اللايف وما تقفلش، ما وراكش حاجة، فخد ثواب عشان تبدأ اليوم ال 13 وأنت مخلص اليوم الجزء ال 13. ودي سورة يوسف فكلنا بنحبها. نكمل، مش عايزين بقى حد يمل ولا يزهق. وبرافو، اكتبوا اسم الصفحة، رقم الصفحة واسم الصورة والجزء بتاعها عشان الناس اللي لسه داخل. آية 79. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي
قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صفحة 247. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو يأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خلصت سورة يوسف، الوقت جري بسرعة، شفت؟ وهنخلص الباقي في نفس الوقت، يعني بالظبط يا باشا ممكن ربع ساعة نكون مخلصين. ما تقفلش بقى وكمل معايا انت وهو وهي، وادعوا لي وادعوا لنفسكم في الكومنتات واذكروا ربنا في الكومنتات. سورة الرعد، اتفقنا؟ صفحة 249، كله افتح وركز معايا وجدد النية ان انت في لايف في طاعة الله. لو احنا كنا متجمعين في مسجد كان هيطبق علينا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم الا الاربع حاجات اللي جايين، فاحنا بنتلو كتاب ربنا وبنتدارسه بيننا ولكن اونلاين. هيحصل ايه بقى لما نعمل ده؟ حفتهم الملائكة، الملائكة تحفنا. الصحابة بيقول لك كنا بنحس أجنحة الملائكة بتلمسنا، حفتهم الملائكة، الملائكة حواليك وحواليا وفي كل بيت واحد فينا. وغشيتهم الرحمة، الرحمة بتنزل تغشاها كده، ونزلت عليهم السكينة تلاقي قلبك مطمئن. لو عندك مشاكل، عندك ديون، عندك مرض، عندك هم، كله هيروح. وذكرهم الله في من عنده، ربنا يقول فلان وسعاد وميادة وأنور ومحمد وإبراهيم وسيد وحنان وأحمد وكل الناس دي، ربنا يذكرهم في السماوات في من عنده وسط الملائكة. جدد النية، توكلنا عليك رب. سورة الرعد 249، هقرأ برضو بسرعة عشان نخلص بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك بالحق من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر
ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال. هنا ايه؟ انا قلت لكم في لايفين فاتوا في الجزء 9، احنا دلوقتي في الجزء 13. دي سجده، السجده دي اسمها سجده التلاوه. سجده التلاوه دي احنا المره دي تاني سجده التلاوه من ساعه ما قرينا. مره كانت في سوره الرعد، ومره هنا في سوره الرعد، ومره في الجزء 9. فاحنا هنعمل ايه؟ هنسجد مع بعض سجده التلاوه. اللي متوضي منكم يسجد، واللي ايه اللي مش هيعرف يسجد مش مهم. سجده التلاوه دي انا بكون فيها الامام وانتم بتنزلوا ورايا، بنسجد سجده. الاساسي ان انت بتقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات زي كل سجده، مش صلاه، ما بنقولش الله اكبر. بتسجد على طول وتقوم على طول، بس بتسمع كلامي اللي طالما فيه واحد بيقرا الله اكبر نروح ساجدين، الله اكبر نروح قايمين، خلصت. ولا بنسلم ولا بنعمل كده، احنا بنسجد نطلع. تمام. بنقول فيها ايه بقى؟ دعاء سجدة التلاوة. بنقول يعني جزئين. سلامتك يا محمد. كحة مش سايباني. انا عايز افتكر احنا كانت السجدة اللي فاتت كان في انهي جزء. مهم، دعاء سجدة التلاوة. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. تمام. وبعدين بنقول الدعاء الثاني، اللهم ايه بقى؟ اللهم اكتب لي بها اجرا وارفع عني بها وزرا واحفظها لي واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. تمام. يبقى احنا هنسجد. اللي قدر يقول ده يقوله، اللي حفظه يقوله، اللي سمع ورايا يكرره ويكتبه في الكومنتات سجدة التلاوة عشان هنسجدها حالا. اللهم اكتب لي بها اجرا وارفع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. والدعاء الثاني، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. يلا هنسجد حالا سجدة التلاوة. أنا هجيب الـ أيوة بسم الله عشان القبلة تبقى عندي كده. وبعدين وانتوا بتوع اليوتيوب تيجوا معايا، هنوقف كده، بنروح جندي هنا في نص المصحف عشان ما يقفلش غلط، ونروح قافلين كده، وهنسجد مع بعض سجدة التلاوة. هقول الله أكبر، تسجدوا ورايا. ماشي. الله أكبر. الله
أكبر. إحنا كده سجدنا سجدة التلاوة، اللي ما لحقش يقول الدعاء مش مهم، المهم إنك تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. نرجع تاني نكمل قراية. الحمد لله على السلامة، اللايف بتاعنا النهاردة غني، أولاً في سجدة التلاوة وفي كم معلومة كده لطيفة، فيا رب إن شاء الله يتقبله مننا جميعاً. مستعدين بتوع اليوتيوب؟ مستعدين بتوع الفيسبوك؟ كم واحد سجد وكم واحد ما سجدش؟ مبسوط ان في ناس كاتبين، هيمة وحنان كاتبين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. يلا بينا نكمل. برافو على كل الناس اللي سجدت، وبرافو على كل الناس اللي مكملة معانا. نفتح. بنفتح ازاي بقى؟ تعمل كده تلاقيك فتحت على طول على المكان ما كنا واقفين. نكمل ويلا، مش هنطول، هم 10 دقايق ان شاء الله او ربع ساعة. من الآية، بعد الآية 15، آية 16. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. خلصنا الحزب الاول، الجزء حزبين، كل حزب 4/3، فاحنا قرينا اول 4/3، فاضل تاني 4/3، نفس الوقت اللي فات هنكمله دلوقتي ان شاء الله بسرعه. صفحه 252. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هنعيد تاني الآية 22. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل
كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اغفر قلوبنا جميعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكر وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
الكتاب وإنما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار ولمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مبروك خلصنا سورة الرعد، شفت تحس انك بتنجز. خلصنا سورة الرعد تحس ان احنا ايه داخلين على يعني بنخلص حاجة في حاجة كده بتبقى فرحان. سورة ابراهيم على فكرة فاضل لنا ربعين، ربع وربع نخلصهم ان شاء الله كل واحد فيهم في 5 دقايق، يعني لو مستعجل 10 دقايق وهخليك تقوم بجد 10 ان شاء الله. سورة ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فاضل آخر صفحتين، كمل معايا واكتب في الكومنتات أي ذكر من أذكار الله. صفحة 260 وتكن من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي عن الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا
أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب مننا يعني أصحاب العقول، إن إحنا كنا في طاعة ربنا وكملنا مع بعض، خلصنا الجزء الـ13، ويبدأ معاك اليوم الـ13 في رمضان وإنت مخلص أول جزء كامل كده ونفسيتك مغسولة كده، ويعني بص منشكح. كل سنة وانتم طيبين، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا. ده دستورك، فلازم تقرأ كتير عشان تعرف كتالوج بتاعك امشي ازاي واتعامل ازاي وافهم ازاي واتعامل مع اهلي ازاي ومع مراتي ومع اصحابي، مع اللي يضلني ومع اللي يوجهني غلط، ومع الناس الكويسه ومع الناس الوحشه. كل سنه وانتم طيبين، دعواتكم دايما. انا كل يوم ان شاء الله بعد الفجر طالع معاكم لايف نقرا جزء قراني. احنا خلصنا جزء الـ13، بكره ان شاء الله معادنا الساعة 5 نقرا جزء الـ14. وكل سنه وانتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. النبي انتوا عسل، النبي انتوا قمره، انت كميله يا ناس. كملت يا ولا الجزء الـ13؟ خش نام بقى، خش نام، وراك ايه؟ خش نام وادعي لي. ليلتكم ناديه، اشوفكم على خير. افضلوا ادعوا لي وابعتوا لي رسائل. الناس اللي بتتابعني انا بحب اللي يفرحني يبعت لي رسائل على صفحتي على محمد حلمي بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك او على الانستجرام. انا بتابعك يا حلمي والحمد لله بقيت اقرا. ليه؟ ده بيشجعني، بحس ان في ناس عايزه تقرا، بحس ان في ان انا يعني بعمل حاجه معاكم كويسه ومسمعه، مش مجرد ان انا بكلم نفسي. مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله وانتم بتفطروا على يعني وانتم في ميعاد الفطار كده بتدعوا، ادعوا لي ان الدعوه دي مستجابه، انا مره وانتم مره. مع السلامه. سلامه بتوع اليوتيوب، نسلم على بتوع الفيسبوك.